إذن عندي هون راح نطلع الناتشرال كوميتيشن في اس سي ار سيركت. عندي هون اي سي سورس، شفنا في الدي سي سورس لما كان عندي دي سي سورس عندي مشكله بالسويتشنج اوف، بدي اجبر هذا، بدي انزل الكرنت لزيرو بطريقه معينه وبدي احط نيجاتيف فولتج على الاس سي ار. بس هون راح يصير في عندي ناتشرال كوميتيشن بشكل طبيعي، هو راح يطفي نفسه بعد فتره زمنيه معينه. لو اطلعنا على هذا الفولتج سورس، الفولتج سورس هذا له فريكوانسي معينه، فالبيريد 1 على اف، وهاي راح تكون هاي هون عندي هاي مثلا اذا كانت هاي 50 هرتز راح تكون هاي 10 ملي سكند من هون لهون، وهاي راح تكون 10 ملي سكند من هون لهون. طبعا هذا باي ديفينيشن باي ديفولت ما بيقدر يوصل يعمل كوندكشن لكرنت الا بهذا الاتجاه. اوكي، فهذا انا هون بقدر اتحكم فيه بال180 درجه الاولى، ال180 درجه الثانيه بقدرش اتحكم وامرر فيه كمان. هلا جينا قررنا بدنا نعمل فايرنج لهذا الاس سي ار في لحظه معينه مش عند الزيرو تايم، قررت بدي اعمل له فايرنج مثلا على زاويه باي على 6 يعني 30 درجه، باي على 6 ريدنس. فمعناها انا اذا بدي احاول اعمله هون بدي ادخل جزء بس محدد من الفولتج على هاي الدائره مش كل الفولتج. فراح يصير عندي الان هلا عند النقطه هاي بعد ما يمر على الزيرو كروسنج 30 ديجري قديش بالزمن يعني كم ثانيه بعد الزيرو كروسنج كم ثانيه راح استنى او قديش كم ملي سكند راح استنى؟ كل هاي 10 ملي سكند، انا ماخذ 30 من قديش؟ 180 30 على 180 30 على 180 1 على 6، اذا قسمت 10 ملي سكند على 6 شو بتعطيني؟ 1.66 ملي سكند، مش هيك؟ اذا اجيت قررت بعد 1.66 ملي سكند اعمل فايرنج لهذا الاس سي ار. شو يعني فايرنج؟ عملت له تريجرنج من هون، والتريجرنج تتذكروا التزمت اني احط كرنت معين، والكرنت كان بحدود قديش 30 ملي امبير 35 ملي امبير للحاله اللي احنا شفناها. فمررت 30 ملي امبير، الظروف مناسبه انه يعمل كوندكشن لانه هذا هون فورورد بايس مش هيك؟ هذا فولتج خلال هذول ال 180 درجه اللحظه هاي، هي الفولتج اللي موجود هون. لما يكون الكرنت زيرو قديش الفولتج دروب عبر الريزستر؟ زيرو. إذا هون ما في فولتج، إذا كل الفولتج بهذيك اللحظة اللي هون موجود هون جاي عبر، وهي حسب كي في ال بوزيتيف نيجاتيف راح يكون بوزيتيف نيجاتيف من هون. فالظروف جاهزة إنه هذا يعمل كوندكشن، وبده الكرنت يزيد حتى يوصل أي قيمة؟ اللاتشنج، مش هيك؟ وراح يوصل أكثر بكثير من اللاتشنج، طبعًا بشرط إنه يكون الفولتج هون. فراح يصير عندي بهاي الحالة لأنه هذا ريزيستيف لود، نرسم الكرنت بالأزرق. طبعا نفترض انه ار مثلا 2 اوم، خلينا نحطها 2 اوم، فراح يصير عندي هذا نصه مش هيك؟ وانا عملت فارنج، خليني ارسم التريجرنج او الفارنج بالاخضر، فاعطيت هون انا بلس، والبلس الويدث تبعها كان كافي، مثلا نفترض اعطيت البلس لمده 1 ملي سكند، وكانت كافيه عرض البلس ال 1 ملي سكند اللي حطيتها هون بحيث انه يعمل تريجرنج، فاجيت اعطيت انا بلس هون مقدارها 1 ملي سكند هاي على الجيت. وبعد ما نزلتها رديت لزيرو ما طفى الاس سي ار، ليش؟ لانه الكرنت هون واصل اعلى من اللاتشنج كرنت واعلى من الهولدنج، ما نزل حتى تحت الهولدنج. فالكرنت اللي راح يمر هيو بالازرق مزبوط، واضح ليش الكرنت سكيلد فيرجن من الفولتج؟ لانه ريزيستيف لود، اوكي؟ وشكل الفولتج راح يكون نفس شكل الكرنت، مش هيك الريزيسترز؟ هذا مش صحيح فيه؟ اذا عندي اندكترز وكاباسترز راح يكون مختلف، لكن هون راح يكون سكيلد فيرجن منه. هلا السؤال ايش بصير عند النقطة هاي؟ الكرنت عم بنزل، الفولتج عم بنزل لزيرو، فالكرنت عماله بنزل لزيرو، عند نقطة ال 180 درجة قديش راح يصير الكرنت اللي مار في هذا الاس سي ار؟ أقل في لحظة معينة راح يصير أقل من الهولدنج كرنت، إيش راح يعمل؟ راح يعمل سويتشنج أوف. فبعديها بعد الفترة هاي خلص الكرنت، فهون الستيت تبعته راح تكون بهاي الفترة الستيت تبعته أون، وبهاي الفترة الستيت تبعته أوف. وبعدين راح يضل هلا أوف خلال الفترة هاي. لحد ما ايش ارد اعمل مره ثانيه بعد 1.6 ملي سكند تقريبا راح ارد اعمل نفس الشيء، وهي الفولتج هون وهي الزاويه راح نسميها الفا،
والفا عادة بنسميها الفايرنج انجل. ما بقدر اعمل الفا اذا ما عندي سينكرونايزيشن. ايش يعني سينكرونايزيشن؟ انا عمالي بقول 30 درجة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للزيرو كروسنج. اذا لازم انا يكون في عندي وسيلة اقرأ الزيرو كروسنج، اعرف لحظة تبعت الزيرو كروسنج. هذا هون الزيرو كروسنج ديتكتر، لازم اعمل ديتكشن للزيرو كروسنج. والزيرو كروسنج مهم لانه هاي النقطة هي زيرو كروسنج، هاي النقطة زيرو كروسنج للفولتج ويف فورم. اذا زيرو كروسنج اوف الفولتج ويف فورم، لازم اعرف الزيرو كروسنج تبعت الفولتج ويف فورم حتى اقدر اعرف الزيرو كروسنج تبعت الفولتج ويف فورم. هذا الخط المقطع هون في طريقة معينة، هذا الفايرنج انجل جنريتر لازم يقرا الزيرو كروسنج، يقرا المعلومات الداتا الزمن، يعرف الزيرو كروسنج امتى، وعلى اساس هاي الزيرو كروسنج بده يبدا ياخر من هاي النقطه كم درجه؟ 30 درجه. بس ال 30 درجه بدي اترجمها لزمن، بتترجم لزمن بتصير 1.6 ملي سكند. راح في تايمر، راح يكون في داخل هذا الجهاز راح يكون في تايمر، التايمر هذا راح يقول هلا صار في زيرو كروسنج بهاي الويف فورم لان انا بتحكم فيها. هاي الويف فورم راح اخر الان، راح استنى، راح احط تايمر مقداره 1.66 ملي سكند، وبعد ما يمر 1.66 ملي سكند راح اعمل فايرنج او تريجرنج لبلس هون. والبلس هاي لازم العرض تبعها يكون كافي. عشان ايش؟ ايش لازم يصير خلال الفتره هاي؟ بصيرش اطفي هاي البلس اذا ما كان ايش صاير؟ اذا ما كان الاي اي كي اي انود كاثود، لازم الاي اي كي يكون اكبر من او يساوي اي لاتشنج. لازم يوصل اي لاتشنج. في اللحظه اللي وصل فيها لاتشنج خلص انتهى الدور تبع هذا، انتهى دور التريجرنج سيركت، بقدر اطفي البلس وانزلها من هون. بس ما بصير اني اطفيها قبل ما يكون، لانه اذا طفيتها بكير شو يصير؟ رح يرد يرجع يطفي مره ثانيه لانه ما رح يعمل لاتشنج. عمل لاتشنج خلص، بعد ما راحت الخضراء شايفين البلس الخضراء هون طفت، بس كان اوريدي واصل اللاتشنج كرنت، صار فوق اللاتشنج كرنت وضل هلا فوق الهولدنج كرنت، ما رح يطفي هلا غير لينزل لحد الهولدنج كرنت، رح يضل هذا الكرنت موجود هون. هاي العملية عملية الطفي، أنا ما عملت أي شيء، ما تدخلت حتى أطفيه، مش هيك؟ هو طفى لحاله. هذه اسمها ناتشرال كوميتيشن. إذا ناتشرال كوميتيشن هون الكرنت بطبيعته ناتشرال كوميتيشن، الكرنت بطبيعته نزل لزيرو وطفى السيستم. هلا برد بستنى مني مرة ثانية، ليش ما حاولت أعمل له فايرنج هون بعد 10 ملي سكند؟ لانه نيجاتيف هذا ما راح يضر الاس سي ار. شو بقدر اعمل؟ بقدر اجيب اس سي ار ثاني ان باراليل معاه، احط الاس سي ار الثاني ان باراليل معاه بس معكوس، وهذا وين اعمل له فايرنج؟ في هاي. فممكن هاي الدائره الان اوسعها اذا بدي اشتغل بهاي الفتره من هون، فبوسع هاي الدائره بجيب اس سي ار ثاني. طب ان شاء الله بس بدي اعمل لك ترايك. كانه ترايك، كاني انا بنيت ترايك بنفسي. بس احنا عاده من ناحيه بالابلكيشنز الكبيره اللي فيها كرنتس عاليه ما بنستخدم ترايك، بنستخدم تو باك تو باك اس سي ارز. باك تو باك، عارفين ايش يعني باك تو باك؟ عمركم اللعبه اللي لعبته لو انتم صغار، تلعب انت وصديقك، بتحط انت بتعمل هيك وهو بكون ظهره هيك، بتصير انت ترفعه وهو يرفعك. عمركم لعبتوا هاي اللعبه؟ اوكي، يعني هاي باك تو باك، عشان تجيب ابتسامة على هذا الصباح. هاي هذا باك تو باك، يعني الانود تبع هذا على الكاثود تبع هذا، والكاثود تبع هذا على الانود تبع هذا. هذول اسمهم انتي باراليل او باك تو باك. اذا هاي الارينجمنت، هاي الارينجمنت اسمها انتي باراليل او باك تو باك. لاحظوا انا دائما بطلع من الانود، بطلع من الجيت والكاثود تو تيرمز. عشان ايش اكد لك؟ انه الفايرنج سيركت على مين راح تكون مشبوكه؟ مش على الجيت والانود. اوكي، وين البي ان جانكشن اللي دخلنا فيها على الاس سي ار؟ وين كانت موجوده اخر بي ان جانكشن عملنا فيها فايرنج؟ متذكرين؟ كانت بين الجيت والكاثود. اذا تفرض بترسم الستركتشر تبع الانترنال ستركتشر تبع الاس سي ار، راح تلاقي في عندي فور سلابز او فور لايرز، بكونوا 3 جانكشنز. اخر وحده كانت ان وهاي بي وهاي ان، هي اول ترانزستور اللي جبناه ام بي ان، وجبنا من هناك بي ام بي وبعدين دمجناهم ببعض، مش هيك؟ وبعدين هون عملنا اوميك كونتاكت وطلعنا كونتاكت وسميناه جيت.
وبعدين هون حطينا اومي كونتاكت كمان وطلعنا تيرمينال سميناه كاثود، وهاي هي البي ان جنكشن اللي بعملها فايرنج. فلما بعمل فايرنج لهاي البي ان جنكشن كل الديفايس بعمل سويتشنج اوف وبصير فيه الافالانش اللي حكينا عنه اللي هو بوزيتيف فيدباك، وخلص بيشتغل بيشتغل تماما، وبصير بصير اي اي كي اكثر من اللاتشنج كارنت، خلص بضل بالاون ستيت من هناك. اذا هذا الكاثود من هون. اذا انا دائما، ولذلك انا بحب دائما لما برسم الاس سي ار شو برسم، بطلع التو تيرمز، بطلع التيرمينال تبع الجيت وبحطه جنبه التيرمينال تبع الكاثود، فكاني بقول هذه هي الكنترول سيركت وهاي هي الباور سيركت. فهدول السلكين راح يكونوا سماك وخمال، اللي هو الانود والكاثود راح يكون هدول سلكين سماك، في حين في سلكين رفاع راح يطلعوا، واحد منهم هو نفسه الكاثود، وهدول السلكين رفاع. ليش رفاع؟ لانه الكرنت اللي بدهم يحملوه صغير جدا، مش هيك؟ شو الكرنت اللي بدي احطه هون؟ بالملي امبير. بس الكرنت الرئيسي اللي عم بتحكم فيه دائره الباور هاي راح يكون سلك سميك، لانه ممكن اتحكم هون بقديش 10 كي 10 امبير 100 امبير 1 كيلو امبير الى اخره، هاي الدائره. ونفس الشيء هون عندي هاي. هلا هاي الارينجمنت اسمها انتي بارلل او باك تو باك بير of SCR. هاي هي basic building block. basic building block لل AC circuit. هاي صارت هلا رح تاخد رح تشتغل بال positive half cycle وهاي رح تشتغل بال negative half cycle. فإذا عملنا هذا هون شو رح يصير عندي هون؟ رح أجي أستنى الآن نفس الإشي. أنا عادة ما إلها معنى إنه أقول في alpha 1 و alpha 2 مضبوط. مش منطق إني أجي أقول هذا إله alpha 1 وهذا إله نفس الألفا هون بستعملها هون. فبنيجي منأخر الآن كمان نفس الإشي. بنأخر حوالي 30 درجة وبعديها راح أعطي بلس من هون، والبلس دائما بوزيتيف. ها البلس نفسها راح تكون بوزيتيف، بس عندي هون هلا الفولتج راح يشتغل راح يعطيني كرنت عند 30 درجة. كمان ايش راح يصير عند النقطة هاي هلا؟ راح يصير ناتشرال كوميتيشن بأي اس سي ار بهذا تبع النيجاتيف هاف سايكل. راح يصير عندي هلا هيك وراح اكمل هلا بنفس الطريقه نفس الشيء. هاي عندي هون 30 ديجري وهون 30 ديجري، والفا بالحاله هاي بتساوي 30 ديجريز. هذا هون صار عندي ناتشرال كوميتيشن، وهذه ميزه الاي سي سيركت. ميزه الاي سي سيركت ان هون سمحت لي نعمل ناتشرال كوميتيشن، سهلت علي الكنترول. التريجرنج اون بصير بهاي الحاله، التريجرينج اوف بصير بالناتشرال كوميتيشن لما يطفي عندي الكرنت، لما ينزل الكرنت بيلو ذا هولدنج فاليو. هو وصل اللاتشنج فاليو، هلا بده ينزل تحت الهولدنج فاليو. مين عاده اكبر من الثاني؟ لازم يكون اكبر من الثاني. اللاتشنج اكبر من الهولدنج، فانا بشتغل على قيمه معينه بس بطفي على قيمه اقل. هذا نوع من الهستريسيس على فكره. طيب اطلعوا لي على الويف فورم الزرقاء اللي هي الويف فورم تبعت الكرنت من هون. إذا جينا اطلعنا على الويف فورم تاع الكرنت، هل هي ساينوسويد؟ رح احط خط مقطع على فكرة هون عشان اذكرك انه هاي اصلها لو كملتها، بس هي مش ساينوسويد مضبوط. هل هي ساينوسويد؟ لا. كيف بدي احللها؟ بقدر احللها مثلا اني اطلع الفورير سيريز تبعتها، احللها كفورير سيريز. الفورير سيريز رح تعطيني الفاندمنتال كومبوننت اللي له نفس الفريكونسي، والبقيه رح يكون في لهم فريكونسيز اعلى اللي هي الثيرد هارمونيك الفيث هارمونيك السيفنث هارمونيك. لما بقول ثيرد هارمونيك ايش يعني؟ ثيرد هارمونيك قديش الفريكونسي تبعته رح تكون في هاي الدائره؟ اذا الفاندمنتال 50 رح يكون ثيرد هارمونيك في له 150 هرتز، الفريكونسي تبعته 150 هرتز، والفيث 250 والسيفنث 350. طيب شو استفدت من العمليه هاي؟ هي تطلع على فكره البيك تبع الكرنت نفسه ما تغير، بس انا اخرت الزاويه هاي 30 درجه. ليش غلبت حالي وعملت كل العمليه هاي؟ هذا سؤال مهم. شو استفدت من العملية هاي؟ نعم علي صوتك. الRMS تغير. أحسنت، الRMS تغير تبع مين؟ تبع الكرنت هذا. لو أنا هون مش حاطط SCR، لو أنا مسكر هاي هون السويتش كاملا، الكرنت راح يمر زي هيك مظبوط؟ بس هاي الدائرة هون لأني أخرت ب 30 درجة، الروت مين سكوير كرنت تبع هذا اللي بمر في هذا الريزستر راح يقل. رح يختلف الروت مين سكوير كرنت تبع هذه الدائرة لأني أخرت، وهذا رح يعتمد على درجة، بس هي مش لينير ريليشن شيب طبعا، يعني مش إنه لما بأخر بواحد على ستة بصير الـ RMS واحد على ستة وهكذا، إنه لازم نحسب المعادلة تبعتها.
طيب لو اخرت لهون شو بصير؟ بنزل ار ام اس كمان مزبوط. لو اخرت لهون طب الافرج، هل غيرت الافرج؟ قديش كان الافرج لو انا ما عملتش كنترول وبعد ما عملت كنترول؟ اذا في دوائر الاي سي ما تحكي على الافرج، ما تستعملش كلمه افرج اصلا. اوكي، وين بنستعمل كلمه الافرج؟ دائما بنحب نستعملها في الدي سي. اذا عاده في دوائر الاي سي بنستعمل الار ام اس، وفي دوائر الدي سي بنستعمل كلمه افرج عاده.